واحد يقول ما رأي قد أسدتم في كتاب الكوميديا الإلهية فقد ترجم منذ زمن إلى العربية بيحوي رأي المطر. كتاب الكوميديا الإلهية ليس كتابا دينيا، ده كتاب أحد الأدباء يعني. بيقول قال أحد الآباء الكهنة كل خطية فعلها الإنسان يعطى عنها عقاب في الأرض وفي السماء. قلت مش كل خطية، استني يا بنتي احنا بنشتغل في ايه ولا في ايه بس؟ هل إذا تاب الإنسان عن الخطية يأخذ عقاب عنها في الأرض أم ممكن يرجع عنه لهذا العقاب؟ احيانا ربنا بيسمح بعقوب على الارض علشان الانسان يكون درس لغيره، وايضا ليعرف ان الخطيه خاطئه جدا ليها عقوبات، لكن مش كل خطيه بيدي عليها عقوبه، مش كل خطيه. زي ما قلت لكم شاول الطرسوسي العقوبه اللي خدها، اللي قال انا الذي كنت مفتريا ومضطهدا للكنيسه، ايه العقوبة اللي خدتها زكا؟ ايه العقوبة اللي خدتها المرأة المضبوطة في ذات الفعل؟ قال لها سبي ولا تعود تخطي ايضا، لكن ما ادهاش عقوبة. ايه العقوبة اللي خدتها المرأة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر راسها؟ قال خطيئها الكثيرة غفرت لها لأنها أحبت كثيرا، ما قالش إن في عقوبة. ممكن ربنا ما يعاقبش.